Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammadin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini marilah kita bersama-sama untuk bertawajuh menghadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon pertolongan serta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk musibah, bala bencana yang telah diciptakan dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu akhir di bulan Syawal melalui wasilah pembacaan hisab Yamani dan hisab Bahar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan perlindungan kepada kita semua, baik yang membacanya maupun orang yang menyimak dan mendengarkan. Dan semoga melalui wasilah hisab-hisab yang akan saya baca ini, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan segala bentuk hajat kita, cita-cita kita, tentunya hajat dan cita-cita yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita ikuti, kita simak pembacaan hisab Yamani dan hisab Bahar sebagai bentuk wasilah untuk memohon pertolongan, perlindungan serta tolak bala di akhir bulan Syawal ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrat Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in ash-shayyul laylana wa lahumul fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila hadiyatan wa wasilatan ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin والقربين والشهداء والصالحين وجمع الأولياء والصالحين خصوصا إلى حضرة سلطان أولياء غوث العظم قطب العالمين سيدنا شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز وسيدنا سيد الحسن علي الشاذلي الحسن رضي الله عنه. ثم إلى هدية ووسيلة إلى حضرة سلطان أولياء غوث العظم قطب العالمين سيدنا الشيخ أحمد صاحب الوفاة تاج العارفين قدس الله سره العزيز وسيدنا مولانا الحبيب أبو محمد بهاء الدين محمد لطفي بن علي بن هاشم بن يحيى وسيدنا الشيخ مولانا مخرب البكي وسيدنا الشيخ أحمد مكلم وسيدنا الشيخ سيد سكتي وسيدنا الشيخ أهلي يحيى وسيدنا الشيخ علي مولانا وسيدنا الشيخ مبارك بندن وسيدنا الشيخ عباس خضري وسيدنا الشيخ بحشمان هودي وسيدنا الشيخ سلطان مراحي الدين قسطي أمد وسيدنا الشيخ مولانا بندن جدي بندر بولان وسيدنا شيخنا خليل بنغال المدورة إن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا من بركاتهم وكراماتهم وأسرارهم وأنوارهم وبعلومهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي ونعم رب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب هنالك لطني المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا فثبتنا وانصرنا وشخر لنا هذا البحر كما شخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام وشخرت النار لسيدنا إبراهيم عليه السلام وشخرت الجبال والحديد لسيدنا داود عليه السلام وشخرت الريح والشياطين والجن والإنس لسيدنا سليمان عليه السلام وَشَخِّرْ لَنَا كُلَّ بَحَرٍ هُوَ لَكَ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَالْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ وَبَحْرَ الدُّنْيَا وَبَحْرَ الْآخِرَةِ وَشَخِّرْ لَنَا كُلَّ شَيْءٍ يَا مَنْ بِيَدِهِ ملكوت كل شيء كافى يا عين صاد كافى يا عين صاد كافى يا عين صاد خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك
وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخضرنا وخليفة في أهلنا وغمس 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 على وجوه أعدائنا وامسحهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمشخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون يا سين والقرآن الحكيم إن إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهدت الوجوه شاهدت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طاسين آمين آمين عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ
نشخ لا يبغيان حاميم 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 حم الأمر وجاء علينا لا ينصرون آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي القول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط والله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فإن تولوا فقل حسبي الله لا توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا توكلت وهو رب
العرش العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزمت عليكم يا أصحاب السحر والوسواس واعتصمت بك يا الله يا الله يا الله عزمت عليكم يا أصحاب السحر والوسواس واعتصمت بك يا الله يا الله يا الله عزمت عليكم يا أصحاب السحر والوسواس واعتصمت بك يا الله يا الله يا الله بحق الخضر وإلياس وبحق كهيج 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 مهيج 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 كهيكهج 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 محجوج 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 مرمحجوج 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 مرجوء 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 وبحق أيج 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 جار جاجر جار وبحق آمو إن آمو إن آمو إن آج 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 أجير 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 إنجاز 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 مهمجوء 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 ونوع 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 واعتصمت بك من شر الجن والإنس وهمجات الشياطين وأتباعهم وأعوذ بك من كل بلاء 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 وأعوذ بك من كل بلاء
وأعوذ بك من كل بلاء وأعوذ بك من كل بلاء وبحق داني ألن وبحق أيوجن 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 دراسن 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 ونوارسن 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 وبحق أيان سرايا أدوني أسباء علي شدايا وبحق عظمتك الجليلة يا الله يا الله يا الله احفظني من جميع البلاء والآفات 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 بحق عيسى وموسى وبحق إدريس والشيخ وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا من لا بداية ولا نهاية واعتصمت بك من شر الجن والإنس بسر قراءة سيفي فاستجب دعائي يا غياث المستغيثين أغذني 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 يا من ليس كمثله شيء وهو السميع العليم ويا نعم المولى ويا نعم النصير برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته